السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن مقدمة إلى مساق البراكتيكال إندوكراينولوجي. رح نتناول المواضيع التالية: اللاب سيفتي رولز، رح نعرف الإندوكراينولوجي، الهرمون، its type and action، وأيضا العينات التي تستخدم لإجراء فحوصات الهرمونات sample types used for hormone test. بداية، بالنسبة للسيفتي رولز، هي قواعد عامة متعارف عليها لابد أن نطبقها في حرم المعمل. تتضمن هذه القواعد أنه الـ eating, drinking, smoking, applying cosmetics وحتى الـ contact lenses are prohibited، محرمة في المعمل. يمنع تناول الطعام، الشرب، التدخين، وضع المكياج أو حتى العدسات اللاصقة، وبالتالي أيضا يمنع إدخال الطعام والشراب إلى داخل المعمل ووضعه في ثلاجات المعمل أو حتى في الكابينتس أو على رفوف المعمل، وذلك لأنها أماكن مخصصة لوضع عينات الدم أو عينات المريض التي ممكن أن تكون infectious، فيها كائنات معدية، فبالتالي هذا الطعام وهذا الشراب معرض للكونتامينيشن. أيضا يجب الانتباه بعدم وضع الأقلام داخل الفم، ومحاولة الالتزام قدر المستطاع بارتداء البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت. بالطبع ارتداء البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت يكون داخل المعمل بشكل عام، وعند التعامل مع عينات فيها infectious material بشكل خاص. اللاب كوتس لازم نرتديه داخل المعمل وما نطلع من المعمل وإحنا لابسينه. ارتداء الجلوفز أيضا أثناء التعامل مع العينات، خصوصا عينات الدم وسوائل الجسم، وغسل اليدين باستمرار. أثناء سحب عينة الدم لابد من تبديل الجلوفز بين كل مريض ومريض، غسل اليدين عند تبديل الجلوفز، وأيضا التخلص من الكونتامينيتد نيدل، السرنج، كلا في الوعاء المخصص له، مثلا النيدل في الشارب بوكس، السرنج الملوثة بالدم في البايو هازارد بن، فبالتالي كلا في الوعاء المخصص له. هلأ في فحوصات الهرمونات بيتم استخدام إما أنتيبادي أو أنتيجين بيكون لابلد براديو أيزوتوبس، بنظائر مشعة، فأثناء إتلاف المواد اللي فيها الراديو أيزوتوبس هاي لازم إحنا نعمل دوكيومنت لكيف أتلفناها وللكمية اللي تم إتلافها سواء كانت ليكويد أو سوليد، وبالتالي أيضا إذا حدث ليكج، انسكاب أو تسريب لهاي الراديو أكتيف ريجنت، طبعا لازم إحنا نعمل دوكيومنتيشن لإلها، وأيضا نحاول نعرف الكمية اللي تم انسكابها من خلال معرفة كمية الراديو أكتيف ماتيريال اللي تم استخدامها في الفحص وما تبقى منها، وذلك لتقدير الكمية المشعة اللي تم انسكابها. لماذا علينا أن ندقق هكذا؟ ماري كيوري، هل سمعتم بقصتها؟ عالمة تحمل الجنسية الفرنسية، كانت تعمل بالنظائر المشعة وابتكرت تقنية لفصل النظائر المشعة، تحديدا كانت تعمل بعنصر الراديوم. في البداية لم تكن تعرف أنه هذه العناصر التي تعمل بها مشعة، فمع زمن وسنوات طويلة تتعرض فيها للإشعاع توفيت هي وزوجها بالأبلاستيك أنيميا، بالبون مارو فايبروسيس. الفكرة من هنا أنه لا زال تم لحتى الآن يتم الحجر على منزلها وممتلكاتها لأنها لا زالت مشعة حتى الآن. لقد كانت تعمل في منزلها، فبالتالي المنزل، الأثاث، النوت بوك تبعها، أقلامها، كل شيء كانت تملكه كانت تمسكه الآن هو مشع. طبعا صرنا بنعرف أنه أي request form لفحص لازم يحتوي على بيانات معينة، مثل بيانات تخص المريض، اسمه، رقم المريض، تاريخ الميلاد أو العمر، النوع، أيضا لابد أنه يكون في بيانات متعلقة بالعينة، نوع العينة،
تاريخ وساعة جمعها. أيضا ممكن يكون في بريف دايجنوسيس، الفحوصات المراد عملها وتوقيع الطبيب اللي طلب الفحوصات، بالإضافة للإنيشيال أوف فلبتومست اللي جمع العينة. الإندوكراين سيستم، ما هو الإندوكراين سيستم؟ هو the body's second great controlling system، هو ثاني سيستم متحكم بالجسم. طب من هو الأول؟ بالطبع هو النيرفس سيستم. إذن الإندوكراين سيستم هو ثاني سيستم يتحكم بجسم الإنسان من خلال تحفيز الميتابوليك أكتيفيتيز، من خلال إنتاج هرمونات. الإندوكراين جلاند تتضمن البيتيوتري جلاند، الثيرويد، الباراثيرويد، الادرينال جلاند، البينيال اند ثايموس جلاند، وهي الغدد الصماء، الغدد التي تنتج هرموناتها مباشرة في الدم ولا تحتاج لقنوات لإنتاج هرموناتها، فتسمى اندوكراين جلاند. هلأ البنكرياس والجونات إلهم endocrine and exocrine activity. هلا البنكرياس بينتج الانسولين، الانسولين بينتج endocrine activity، ولكنه ينتج ايضا عصارات هاضمه وانزيمات من باب الاكزوكراين اكتيفيتي له. وبالطبع الجوناد ايضا لها endocrine and exocrine activity. الهايبوثالاموس طبعا إلها وظيفة نيورال، وظيفة كجزء من النيرفس سيستم، وأيضا تنتج الهرمونات. أنسجة أخرى وأعضاء أخرى يمكن أن تنتج الهرمونات مثل الأديبوس سيلز، النسيج الدهني، وأيضا بعض الخلايا اللي موجودة على جدار السمول انتستين، الاستومك، الكدني، والهارت. بالنسبة للهرمونز، ماذا يقصد بهرمونز؟ الهرمونز يطلق على المادة التي تنتج من خلال الغدد، تأخذ مسارها في الدم وصولا إلى التارجت تيشو لحتى تأثر على الفانكشن لهذا التارجت تيشو. الهرمونز بتكون موجودة بتراكيز بسيطة جدا، ولا بد أن يكون في بالانس ما بينها. اختلال هذا البالانس بالطبع رح يؤدي إلى مشكلة صحية أو مرض معين. الإيكوسايونايدز هي عبارة عن بيولوجيكالي أكتيف ليبيد، دهون لها هرمون لايك أكتيفيتي، لوكال هرمون لايك أكتيفيتي، يعني هي بتأثر على الخلايا اللي بتنتجها وليس على ديستانس تارجت تيشو. الهرمونات يمكن أن يتم إنتاجها لأداء وظيفة معينة، فبتذهب دايركتلي من الغدة اللي تم إنتاجها من خلالها إلى التارجت تيشو وبتأثر عليه، فبتقوم بتنظيم عمله وبالتالي بتأدي وظيفتها مباشرة. ولكن هناك هرمونات يتم إنتاجها من غدد لتذهب إلى غدد أخرى لتحفزها على إنتاج هرموناتها. فإذا هي إما أن يتم إنتاجها لتؤدي وظيفة دايركتلي، أو يتم إنتاجها لتحفز إنتاج هرمونات أخرى، وهكذا تباعا. بالنسبة للبيتيوتري جلاند، الماستر جلاند اللي موجودة في جسمنا، هلأ ممكن من خلال الانتيريور بيتيوتري الجزء الامامي منها تنتج ادرينو كورتيك تروبيك هرمون اللي رح يروح ياثر على الادرينال كورتكس ويحفزها على انها تنتج هرموناتها. ممكن ايضا تنتج الجروث هرمون، هذا الجروث هرمون رح ياثر على البون والمصل ويعطي فانكشن، فرح يؤدي الى استطاله العظام، نمو العضلات، وبالتالي يحدث النمو. ممكن انها تنتج ثايرويد ستيمولاتينج هرمون، فبدوره رح يروح على الثايرويد ويحفز الثايرويد على انها تنتج هرموناتها. ممكن ايضا البرولاكتين هرمون، البرولاكتين هرمون له دور في البرودكشن اوف ميلك، وايضا تنتج اليوتينايزنج هرمون والفوليكل ستيمولاتينج هرمون اللي بتاثر على الجونادز. الشق الآخر من البيتيوتري جلاند والجزء الخلفي منها ينتج هرمون الأنتي دايوريتيك هرمون.
الأنتي دايوريتك هرمون له دور كتير كبير في التحكم بالأسموتيك بريشر، وبالتالي في البلد بريشر في ضغط الدم، بيتحكم بكمية الووتر ري أبسوربشن وكمية أيضا الإلكترولايت اللي موجودة في الدم. الأوكسيتوسين هرمون له علاقة بالإفلكس للملك، تمام، أو الإيجيكشن للملك أثناء عملية الرضاع، وأيضا انقباض عضلات الرحم أثناء الولادة. إذن كما ذكرنا هي هرمونات إما لها وظيفة ممكن تروح تأديها دايركتلي، أو ممكن تأثر على غدة أخرى لتحفزها لتنتج هرموناتها هي الأخرى. بالنسبة لأنواع الهرمونات types of hormones، في عندي هرمونات مكونة من أمينو أسيد بيست، تركيبتها الوحدة البنائية لإلها أمينو أسيد، هرمونات مكونة من steroidal substance particularly الكوليسترول، وهرمونات أخرى مكونة من الفاتي أسيد. دعونا نفصل هذه الأنواع. بداية الأمينو أسيد بيست هرمونز، هاي طبعا معظم الهرمونات تنتمي إلى هذه الستركتر أو هذا النوع من الستركتر، إنه مكون من أمينو أسيد، إما أمينز يعني أمينو أسيد وحدة مثلا زي الثيروكسين. الثيروكسين مكون من تيروزين ديريفاتيف ألفا أمينو أسيد نون بروتين بروديوسينج أمينو أسيد. ممكن يكون هذا الهرمون مكون من بيبتايد أو حتى بروتين. طبعا كل البيبتايد هرمونز بيتم إنتاجها as inactive وبنسميها pre pro hormones، تمام، وبيتم عمل اكتيفيشن لإلها من خلال قطع سيجنال بيبتايد منها، وبعد هيك بيصير في اكتيفيشن لهاي الهرمونات. مثال عليها الانسولين. هلا الانسولين بينتج از ان اكتيف بري برو انسولين، وبعد هيك بيتم قطع السي بيبتايد منه فبيصير اكتيف انسولين. طيب النوع الاخر او الاستراكشر الاخر للهرمونات هو الستيرويدز، مشتق من الكوليسترول، هرمونات مشتقة من الكوليسترول مثل الجوناد هرمون والأدرينال كورتكس هرمون، تحديدا الكورتيزول. طيب احنا ذكرنا الإيكوسايونويدز وحكينا انها هي عبارة عن ليبيد سبستانس وإلها لوكال هرمون لايك اكتيفيتي، طبعا مشتقة من الفاتي أسيدز ومثل الليكوترينز والبروستاغلاندين، كلاهما له دور في الانفكشن والانفلاميشن في السيل انجري وحتى الشعور بالألم. هرمون اكشن، آلية عمل الهرمونات. تعمل الهرمونات وتؤثر على الخلايا من خلال ميكانيزم السيجنال ترانسدكشن. تعريف السيجنال ترانسدكشن هو series event and components that take part in transmitting a hormonal signal to the interior of the cell. هي مجموعة الأحداث والمكونات اللي بتحدث تباعا ودورها إنها تنقل الهرمونال سيجنال، إشارة الهرمون أو الفانكشن اللي بصدد تنفيذها من قبل الهرمون إلى داخل الخلية. هذه الهرمونات تتصل مع التارجت سيل إما من خلال ارتباطها مع ريسبتور موجودة أصلاً على البلازما ممبرين كإنتيجرال بارت من البلازما ممبرين، أو ريسبتورات موجودة بالسيتوسول وأثناء الحاجة إليها بتروح على الممبرين وبالأصل هي مكانها في السيتوسول. وهنا لابد التطرق إلى مصطلح أغونيست ومصطلح أنتاغونيست. يطلق مصطلح أغونيست على أي مادة بترتبط مع ريسبتور وبتعمل له أكتيفيشن، أما الأنتاغونيست هي المادة اللي بتثبط الريسبتور فبالتالي ممكن تمنع ارتباطه مع هرمون مع أي سيجنال ممكن إنها في النهاية يحصل من خلالها فانكشن أو أكتيفيشن لمسار معين، هذا يطلق على الأنتاغونيست. هناك عدة عوامل تلعب دوراً مهماً في تمكين الهرمونات من تأدية عملها، مثال الريسبتورز، مستقبلات الهرمونات،
طبعا مستقبلات الهرمونات بتأدي دور أو بتلعب دور مهم في تمكين الهرمونات من تأدية وظيفتها. مثلا في لدينا هرمونات تعتمد على ريسبتور بيشتغل بالجي كابلد بروتين، في هرمونات بتعتمد على ريسبتورز بيتم تنشيطها أو أداء الوظيفة المراد تأديتها من خلال سكند ماسنجر سيستم. الريسبتورز والميكانيزم اللي بيتم تنشيطها أثناء ارتباط الهرمون معها وبالتالي تأدية الوظيفة لها دور مهم في الهرمونال أكشن. أيضا البروتينات الناقلة للهرمونات في الجسم أو في الدم أيضا بتلعب دور في الهرمونال أكشن. فمثلا لو كان الهرمون انسلابل في الدم غير ذائب في الدم ويحتاج إلى بروتينات لتنقله إلى التارجت تيشو، إذا كان في عندي نقص مثلا في هذه البروتينات الناقلة نتيجة خلل معين في الليفر أو في whatever يعني في أي مكان ممكن يضيع هذا الهرمون، رح يصير في عندي هرمون لوس وبالتالي الهرمون ما رح يصل إلى تارجت تيشو كما ينبغي وبالتالي رح يصير في عندي شورتج في الفانكشن اللي لازم يؤديها هذا الهرمون. عوامل أخرى تؤدي إلى تأثير على الهرمون أكشن تدخل في إطار اللايف ستايل. هلأ الدايت اللي إحنا عم نتغذى عليها، نسبة البلاد شوغر، الاسترس اللي بنتعرض له، الكمية النوم اللي بنحصل عليها، هاي كلها بتأثر أيضا على نسبة الهرمونات في الجسم. تناول الشوكولاتة مثلا يطلق هرمون السعادة على سبيل المثال، يعني إحدى المكونات الدايت اللي إحنا بنتناولها ممكن تأثر على الهرمونات. أيضا تؤثر هذه العوامل المجتمعة، عوامل اللايف ستايل، على نسبة البلازما بروتين اللي ناقلة للهرمون وأيضا الريسبتورز، وكلها بيأثر على مستوى الهرمون في الجسم. تبدأ الهرمونات وظيفتها بنفسها من خلال السيجنال ترانزاكشن كما ذكرنا وتنهيها أيضا بنفسها. إذا الهرمون إليك their own shut off mechanism، الهرمونات تنهي وظيفتها بنفسها أيضا. ولعل هنا مثال مذكور، الهايبوثالاماس اللي احنا حكينا انه إلها هرمونال اكتيفيتي او هرمون بروديوسينج اكتيفيتي وإلها كمان نيورال فانكشن، بتنتج هرمون اسمه كورتيكوتروبين ريليزينج فاكتور. هذا الفاكتور رح يأثر على الانتيريور بيتيوتري اللي بدورها رح تنتج الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون اللي بدوره رح يأثر على الادرينال كورتكس عشان تنتج الكورتيزول أو الهرمونات الأدرينال كورتكس لإلها. بمجرد ما صار في عندي كورتيزول كونسنتريشن كافي في السيركوليشن، هذا الكورتيزول التركيز تبعه رح يعطي سيجنال لمين؟ للإشارة الأولى للهايبوثالاماس اللي أنتجت لي كورتيكوتروبين ريليزينج فاكتور لحتى يتم إغلاقها وإيقاف إنتاج المزيد من الكورتيكوتروبين ريليزينج فاكتور. إذن الكورتيزول يذهب إلى التارجت سيل لحتى يقوم بالفانكشن تبعته وأيضا بنفسه يكون بإغلاق المسار الذي مسؤول عن إنتاجه. الهرمون بالانس، ذكرنا إنه الهرمونات لابد أنها تكون موجودة في ديليكت كونسنتريشن ويتحقق البالانس فيما بينها، لأنه طبعا إحنا الفيزيكال اكتيفيتي والإموشنال ستيتس تبعتنا بتتحدد من خلال هرموناتنا. هلأ كيف تتحدد مثلا الفيزيكال اكتيفيتي؟ زيادة في إنتاج هرمونات الثيرويد جلاند رح يعطينا نشاط زائد، رح يعطينا توتر و عصبية زائدة، مثلا كسل أو خمول في الثيرويد جلاند، فبالتالي نقص في هرموناتها رح يعطينا الكسل والخمول واكتساب الوزن. هذا مثال على أنه الهرمونات بتأثر في الفيزيكال اكتيفيتي لإلنا. أيضا مثلا
زيادة الستريس هرمون رح يخلينا استرس على طول ومتوترين وبالتالي مكتئبين، زيادة هرمون السعادة رح يخلينا مفرفحين، فبالتالي الهرمونات إلها دور كتير كبير في تحديد المود تبعنا وحتى كمان في الأكشن تبعنا، وكمان إلها دور في الحماية من الـ age related concerns or disease، الحماية من أمراض الكارديوفاسكولار ديسيز، هشاشة العظام، الأوستيوبروسيس، الكانسرز وإلى آخره. وإذا شخص صار عنده خلل في الاتزان ما بين الهرمونات، يعني صار في عنده زيادة في هرمونات معينة أو نقصان في هرمونات معينة، لابد أنه يتابع مع الهيلث كير براكتيشنر، مع الطبيب المختص، لحتى يحقق أو يحصل هرمون بالانس مرة تانية من خلال مثلا متابعة، عمل فحوصات دورية، دوام على علاج معين. ولعل أهم وأول علامة بتؤدي إلى أنه نستنتج أنه في عندي خلل في الهرمون بالانس هي السيمبتومز، فبالتالي لازم إحنا نعمل كيرفول مونيتورينج للسيمبتومز، للأعراض اللي إحنا بنحس فيها، لأنها هي اللي رح تدلل لي إذا كان في عندي أنا هرمون امبالانس أور نوت. هذه الأعراض التي نشعر فيها عندما تكون الهرمونات تبعتنا out of balance تتراوح ما بين fatigue, headache, depression، أو حتى ممكن يكون في عندي زيادة شهية نحو food معين، أو حتى ممكن يكون في عندي انسداد شهية، وجود حبوب أو بثور في البشرة. ممكن أيضا أنها تكون symptoms يعني أصعب من هيك وأخطر من هيك. للأسف هناك ما يسمى باللاب تو لاب variability أو لاب تو لاب تيست variability، أي تباين في نتائج الفحوصات من مختبر إلى آخر. هذا التباين ممكن يؤثر على العناية التي يتلقاها المريض، وذلك للأسباب التالية. ببساطة ممكن النتيجة اللي طلعت نورمال عند مختبر تكون أب نورمال في مختبر آخر، فهذا رح يؤدي إلى اختلاف في المعايير في الحكم على النتيجة، هل هي نورمال أو أب نورمال ما بين المختبرات، وبالتالي رح يؤدي إلى تفسير لهذه النتائج بشكل مختلف أيضا، مما يؤدي إلى الميس دياغنوسيز، التشخيص الخاطئ، أو حتى تأخير التشخيص، أو ممكن يكون المريض محتاج لتلقي رعاية معينة وتلقى المستوى الأدنى من هذه الرعاية نتيجة التشخيص الخاطئ أو التأخير في التشخيص. وممكن يضطر أيضا المرضى إلى أنهم يغيروا الطبيب المعالج، وبالتالي يحتاجوا أنهم يعملوا repeat testing، وبالتالي يحصلوا على different result والمشكلة ما زالت دائرة. أما إذا كنا بصدد أنه نعمل detection لpublic health problems لpopulation معينة، مثلا ندرس المشاكل الصحية الشائعة عندهم، ومن خلال أن احنا نجري لهم بعض الفحوصات وتتضمن فحوصات هرمونات ونشوف شو في عندهم خلل، فأيضا التست variability رح تعيق هاي العملية، ما رح نتمكن من مسح هذه الpopulation وبالتالي تحديد الcommon health problems اللي عندهم. أيضا التباين في نتائج الفحوصات ممكن يؤثر على الـ outcomes، على نتائج الـ clinical trials، فمثلا لو كنا بصدد إجراء تجربة سريرية لفحص فعالية درج معين أو علاج معين، فتباين النتائج في المختبرات ممكن يكون عائق، أو يكون أحد التحديات اللي بتواجه هذا النوع من الدراسات وأيضا الأبحاث اللي هي الهدف لإلها تعمل improvement للaboratory medicine practice. Types of samples for hormone test، أنواع العينات التي تستخدم لفحوصات الهرمونات. فعليا لدينا ثلاثة أنواع من البادي فلويد اللي ممكن تكون عينات جيدة لإجراء الفحوصات، فحوصات الهرمونات عليها. هلأ البلد، اليورين، أو ممكن تكون سلايفا بالنسبة لنوع العينة.
كل من هذه العينات لديها الأدفانتج اللي خاصة فيها وأيضا لديها عيوبها. تختلف العينات باختلاف نوع الفحص الذي يتم إجراؤه. فمثلا هلأ عندي different types of hormone test بيختلف أو بتتنوع ما بين النوع السامبل وحتى كمان التقنية اللي بيجرى فيها الفحص، وكل له مميزاته وعيوبه كما ذكرنا. بالحديث عن اليورين سامبل فهي الـ oldest والـ easiest method for measuring hormone، هي أقدم طريقة وأسهل طريقة ممكن نحصل فيها على عينة مناسبة لإجراء فحوصات الهرمونات. فلماذا يعتبر من السهل قياس الهرمونات في عينة اليورين؟ ببساطة لأن الهرمونات موجودة فيها بكميات أكبر، بـ larger amount من الكميات اللي موجودة بتكون في عينة الدم أو حتى في السلايفا. ولكن من المآخذ التي تؤخذ على اليورين كنوع عينة إنه أنا لازم لحتى أحصل على نتيجة دقيقة للهرمون ميجرمنت يكون في عندي 24 hours urine sample، يعني عينة سامبل مجموعة خلال 24 ساعة، فالنتيجة ما رح تكون accurate إذا كان في عندي صار فقدان أو جزء من اليورين صار له ديسكاردد. لا، لازم يصير في تجميع لليورين خلال 24 ساعة. بدأ التجميع 8 صباحا، ثاني يوم 8 صباحا بينتهي التجميع. each drop of urine لازم يتم تجميعها لحتى نحصل على الaccurate result. وللأسف الناس اللي الكيدني فانكشن تبعتهم مش تمام، يعني عندهم مشاكل في الكيدني فانكشن، يفضل انه ما يتم قياس الهرمونات لهم من خلال اليورين سامبل، ويفضل انه الناس اللي بنطلب لهم فحوصات هرمونات من خلال يورين سامبل انه نعمل لهم كيدني فانكشن تيست لحتى نتاكد منه انه الكيدني شغاله تمام، فبالتالي عينه اليورين هتكون ريبريزنتاتيف والنتائج رح تكون اكوريت. شخص بيعاني من كيدني ديسيز، لا طبعا يعني العينة ما رح تكون ممثلة، فبالتالي النتائج ما رح تكون أكيوريت. بيتم تمييز الهرمونات وقياس تركيزها في عينة اليورين من خلال تقنية تسمى ماس سبكترومتري. هاي التقنية بتعتمد على إيجاد الراتيو، النسبة ما بين الكتلة والشحنة لأي مكون من مكونات العينة، وبالتالي بيتم عمل determination للمولكيولار ويت لكل هاي المكونات للعينة وتقدير نسبها وتركيزها في داخل العينة. أما عن البلد سامبل، فعينة البلد تستخدم لقياس تركيز الهرمونات اللي هي أصلاً بتكون موجودة بسمولر كوانتيتيز، لأنه ذكرنا عينة الدم بيكون فيها الكميات الهرمونات أقل مقارنة باليورين، فبالتالي الهرمونات اللي أصلاً تركيزها بتكون قليلة، البلد سامبل is a good sample. من المآخذ اللي بتأخذ على عينة الدم إنه بيتم الحصول عليها من خلال invasive procedure، يعني تجربة أو إجراء ممكن يكون مؤلم أو مخيف للمرضى، فبالتالي هذا رح يأثر على تركيز الهرمونات لديهم لأنها طبعا يعني stressful procedure. تعتبر عينة الدم عينة جيدة لقياس الهرمونات لأنها بتقيس كمية الهرمونات اللي موجودة في الدم وهي رايحة على التشو لحتى تأدي وظيفة. إذن الهرمونز بتكون تم قياسها بالسيرم بتكون هي متوفرة ومتاحة لأنها رايحة على التشو، على التارجت تشو لحتى تأدي وظيفتها، فإحنا عملنا لها كاتشينج و قسناها، فبالتالي الطريقة هاي accurate وجيدة. البلد سامبل بتعتبر يعني قياس الهرمونات فيها as a snapshot، زي كأنها لقطة شاشة، يعني هلأ بس نعمل سكرين شوت للجوال أثناء مثلا مرور فيديو أو تشغيل فيديو، السكرين شوت اللي إحنا حصلنا عليه إحنا حصلنا على لقطة
أثناء يعني تشغيل فيديو طويل. فنفس الفكرة، العينة اللي أنا باخدها من المريض لحتى أقيس نسبة الهرمونات فيها بتكون هي اللقطة اللي بتعبر لي عن تركيز الهرمونات أو نسبة الهرمونات المتوفرة في نفس ذات اللحظة اللي سحبنا فيها العينة. ولكن هذه الهرمونات تتغير من لحظة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر، فرح تعطيني indication، دلالة على تركيز الهرمونات في لحظة معينة، عينة الدم. لكن عينة اليورين أنا بجمعها خلال 24 ساعة، فبتعطيني تصور على الـ overall production للهرمون خلال 24 ساعة. وإذا أردت الحصول على صورة ذات نطاق أوسع من السناب شوت، ممكن أعمل حاجة اسمها blood spot testing، يعني إن أنا أعمل schedule، جدول لأوقات سحب عينة دم، مثلا خلال عدة أيام في الشهر، أو ممكن قبل وبعد ما المريض يتناول العلاج، خلال أوقات معينة في النهار، صباحا مثلا، في المدي، في نصف النهار، مساء، بعد الوجبات أو قبل الوجبات، بعد العلاجات أو قبل العلاجات. بيتم عمل جدول لأخذ عينات مختلفة في أوقات مختلفة، في التالي ممكن أنا أخذ تصور على تركيز الهرمونات وبالتالي عملية إنتاجها في الأوقات المختلفة. يعني هنا أنا ما بكون عملت زي سناب شوت لتركيز الهرمون في لحظة معينة. تم إتاحة إجراء هذا الفحص أو هذه التقنية الـ Blood Spot Testing من خلال إنه البيشنت ذات نفسه ممكن يجمع عدة قطرات من البلد من خلال فينجر برايك سكين بانكشر، يعني بيكون عنده أداة معينة بيعمل سكين بانكشر لنفسه، بيجمع عدة قطرات من الدم على كارد، وهاي الكارد بعد ما يتجمع عدة قطرات يعني عدة عينات في أوقات مختلفة ممكن يعمل لها سبمشن لللاب وبالتالي يتم قياسها. أي نعم، بهذه الطريقة نسبة الهرمونات راح تكون مختلفة عن إنه أنا آخذ عينة هول بلد وأفصل سيرم، ولكن نظرا لأنه هي cost effective وسهلة، ما بتتطلب إنه البيشنت يزور اللاب بشكل مستمر وبشكل دائم، فبالتالي لهيك انشهرت هاي الطريقة. عينة السلايفا، أحد الأسباب اللي أدى إلى تراجع استخدام السلايفا كسامبل لقياس تركيز الهرمونات هو إنه ممكن السلايفا يصير لها contamination إذا كان الشخص عنده gum disease، يعني مثلا التهابات أو مرض معين في الفم. وأيضا ممكن إنه عينة السلايفا تصير لها get contaminated، إنها تتلوث ب blood، فبالتالي هذا رح يأثر على تركيز مكوناتها. تقنية الراديو اميونو اسي هي الطريقة اللي أنا من خلالها ممكن أقيس تركيز الهرمونات في عينة الدم وكذلك في السلايفا. بالنسبة للراديو اميونو اسي راح يتم شرحها في معمل منفصل وتوضيح البرنسبل لإلها وفكرة عملها. هلأ السلايفا سامبل بتعطيني نتائج مور أكيوريت إذا أنا أخذتها من يانجر بيبول مقارنة بالسلايفا سامبل اللي بتتاخد من الأولدر بيبل. ليش؟ لأنه إحنا محتاجين إنه يكون فيها detectable amount of hormone، والناس اليانجر عندهم higher level of hormone في عينة السلايفا، ف it's measurable، عشان هيك هي أفضل. أيضا عينة السلايفا تعبر عن تركيز الهرمونات as a snapshot بنفس الفكرة مثل عينة الدم. مؤيدي استخدام السلايفا كعينة لقياس تركيز الهرمونات بيحكوا إنه هي good sample لأنها بتمكنني من قياس الفري هرمون،
هلا احنا بنعرف انه السلايفا بصير لها، هي اصلا سوائل الجسم بصير لها فلتريشن من الدم ومكوناتها والاميليز انزيم اللي فيها والبروتينات اللي بتكون فيها، كل هذا تم فلترته من الدم. بما في ذلك ايضا الهرمونات اللي ممكن احنا نجدها في السلايفا ويتم قياسها ايضا بيتم فلترتها من الدم، فبتكون as a free، وهاد بمكنني من قياس الهرمونات اللي فري اللي هي أيضا biologically active or available to other tissue. إذا أنا أتمكن من قياس الهرمون اللي رايح على التارجت تيسو وجاهز لحتى يؤدي مهمة، بس صار له filtration في السلايفا وأنا عملت له catching. أحد أسباب قصور السلايفا سامبل كسامبل جيدة لقياس الهرمونات إنه هي يعني ما بتمكنني من خلال عملية القياس إن أنا أعمل adjustment لتركيز الهرمون supplements أو علاج الهرموني للأشخاص، لأنه الناس اللي عم تتعاطى هرمون سبليمنت أو هرمونال دراج التغيير في تركيز الهرمونات في الدم بيكون كتير كبير مقارنة بالسلايفا، فبتكون الدم عينة أفضل للأدجستمنت لضبط الجرعة من هذا العلاج أفضل من السلايفا. How reliable are hormone tests؟ ما مدى الوثوق في فحوصات الهرمونات؟ هلأ الهرمون تيست اللي بيقيس هرمون واحد أو عدة هرمونات بيتم التعامل مع نتيجته إما بمقارنته بنتيجة سابقة بأبرير ميجر، أو حتى إن أنا بدي أقارن النتيجة بالستاندردز معايير النورمال والأبنورمال، بدي أشوف النتيجة إما نورمال أو أبنورمال، أو بدي أقارنها بنتيجة سابقة. طبعا من يقوم بالمقارنة هو الهيلث كير براكتيشنر، الطبيب المعالج أو المتابع للحالة. There are significant variation across population. طبعا في عندي اختلافات وتباين كتير كبير في مستوى الهرمونات ما بين البوبوليشنز المختلفة، الجندرز والأنواع المختلفة، الأعمار المختلفة، وحتى كمان في عندي فروق فردية. هلأ إحنا ممكن نكون ما عم نبالغ إذا حكينا we are implied our hormones، يعني إحنا بنعكس هرموناتنا أو نتضمن هرموناتنا، إحنا ضمنيا عبارة عن هرموناتنا. هلأ التول بيبول، الناس اللي مثلا عريضة شوي، الناس الثن، الناس اللي بيختلف شكلها وبيختلف أيضا المود لإلها، المجهود البدني اللي هي قادرة على إنها تعمله، هاد كله نتيجة اختلاف الهرمونات ما بيننا. مثال على ذلك إنه الرجال عندهم نسبة من هرمون الدي هيدرو إبي أندروستيرون والتستستيرون هرمونز نسب أعلى مقارنة بالوومن، وأيضا حتى مستويات هذه الهرمونات تختلف باختلاف العمر. بالنسبة لفحوصات الهرمونات هي مصممة لأنها تقيس لي بايو ايدنتيكال هرمونز، يعني الهرمونات اللي إلها نفس المصدر. مثلا فحص جروث هرمون رح يقيس لي الجروث هرمون اللي أصلا هي إلها نفس الستركتشر نفس المصدر وهي موجودة ناتشورالي في جسمنا. بعض الهرمونال ريبليسمنت العلاجات ممكن ما يتم قياسها إذا كانت مثلا in animal based hormone structure، فإذا كان الشخص عم يتناول علاج هرموني من مصدر مثلا animal ممكن ما يتم قياسه بالفحص، فبالتالي يصير في عندي مشكلة في البالانس للهرمون. لهيك صار الاتجاه انه يتم تصميم هرمونات يعني كثيرة بي تكون more bioidentical الهرمونات اللي بجسمنا. ايضا فحوصات الهرمونات ما بتقيس الهرمونات اللي موجودة على الريسبتورز، يعني اللي رايحة already وصلت التارجت تيشو ورح تأدي وظيفتها.
أيضا لو كان في عندي أنتاغونيست مثلا عم بيحتل الريسبتور وبيعيق ارتباط الهرمون مع الريسبتور، رح يضل الهرمون موجود في السيركيوليشن، وأنا لما أسحب عينة رح أقيسه، فبالتالي هو ما راح على الريسبتور ليشتغل. فهاي العملية ممكن تأثر على تركيز الهرمونات المقاسة، سواء يعني أنا قست وما كان عندي ديترمينيشن لكمية الهرمون اللي على الريسبتور عم يشتغل، أو إذا كان في عندي عائق لارتباط الهرمون مع الريسبتور لإله، وبالتالي يعني قست كمية أكبر من اللي اوريدي لازم تكون موجودة بالسيركيوليشن. فحوصات الهرمونات don't evaluate tissue concentration. هلأ ما بتتمكن إنها تقيس لي تركيز الهرمون اللي موجود في التيشو، فمثلا يعني الاستروجين اللي موجود في اليوتيرس ما رح تقيسه، ولحتى نقيس كمية الاستروجين اللي موجود في اليوتيرس أنا محتاج أن أنا أعمل surgically removing لقطعة من هذا النسيج أو هذا العضو، وبالتالي أعمل extraction للهرمون وميجرمنت، وهذا شيء صعب تحقيقه. ولكن لحسن الحظ تم تطوير فحوصات بتقيس الميتابولايت للهرمون، فبالتالي تركيز الميتابولايت للهرمونات ممكن يعكس تركيز الهرمون اللي كان موجود في التشو واللي تم استهلاكه. مثلا إنه نعرف كمية الميتابولايت للإستراديول ونشوف الليفر كم أنتج من هاي الميتابولايت، ممكن تعطيني إنديكيشن على تركيز الإستراديول ذات نفسه، ورح يكون معنا تطبيق خلال المختبر على قياس الميتابولايت للهرمونات من خلال قياس فحص الفالينيل مانديليك أسيد الـ VMA تيست، اللي هو عبارة عن أحد الميتابولايت للإبنفرين والنور إبنفرين. To test or not to test، يعني باختصار أهمية إجراء فحص للهرمونات. طبعا نتائج الهرمونات مع الكلينيكال اوبزرفيشن، الصورة الإكلينيكية، مقارنة أو مراقبة الأعراض، وأيضا الوضع العام للمريض، ممكن يدلل على هل الشخص عنده هرمون ديفيشنسي أو إكسس، وبالتالي إذا كان هو محتاج هرمونال ثيرابي أو لا. وفي حال احتاج هرمونال ثيرابي رح نستفيد من خلال نتائج الفحوصات كيفية إجراء أو تحديد الدوسج، تحديد الجرعة لهذا العلاج الهرموني. وأيضا رح ندرس من خلال الفحوصات كيف الهرمونال ثيرابي ممكن يأثر على الأذر هرمونز. فهذه هي فوائد إجراء فحوصات الهرمونات. أكيد لابد من تعميق الفهم من إنه قياس التوتال هرمون بيكتشر، يعني البالانس ما بين الهرمونات وبعضها البعض، أهم بكتير من إنه أنا أقيس هرمون واحد بعينه أو عدة هرمونات مثلا أتجه إلى اتجاه معين في القياس وأتناسى الهرمونات الأخرى وكيف تؤثر على بعضها البعض. بالطبع هذا غير حكيم طبعا. فمثلا الأجدر لو كنت بصدد قياس هرمونات الثيرويد هرمون التي 3 والتي 4، أيضا إذا نقيس الثيرويد ستيمولاتينج هرمون اللي هو أصلا هرمون بيحفز إنتاج الهرمونات التي 3 والتي 4، فبالتالي لابد من أخذ صورة كاملة للهرمونات وكيف يتداخل عملها، كيف يتداخل تحفيزها لبعضها البعض والنسب فيما بينها، بناء صورة واضحة عن وضع المريض. من الأمور الواجب مراعاتها أثناء إجراء فحوصات الهرمونات إنه إذا كان الفحص طبعاً
بيتم إنتاجه على دفعات داخل جسم الإنسان، مثلا بيزيد الصبح بيقل الظهر بيزيد في المساء مثلا، أو إذا كان بيتغير بسرعة أو هناك عوامل كثيرة تغير من تركيزه، لابد إننا ألجأ لطريقة طريقة الدايناميك تيستينج بدلا من إن أنا أخذ عينة راندوم وأجي أفحص الهرمون. الدايناميك تيست مبدأها إنه إذا أنا كنت شاكة الهرمون رح يكون لو ليفل بدي أعمل حاجة اسمها ستيميوليشن تيست، وإذا كنت شاكة إنه الهرمون رح يكون at هاي ليفل بعمل حاجة اسمها سبريشن تيست. ماذا يعني ستيميوليشن تيست وسبريشن تيست؟ باختصار الجروث هرمون أحد العوامل اللي بتساعد على إنتاج الجروث هرمون هو الإكسرسايز، إنه الشخص يبذل مجهود. فلو أنا شاكة إنه الجروث هرمون لو عند مريض معين، ممكن أخليه يعمل نشاط بدني وجهد لحتى أحفز من إنتاج الهرمون، فبالتالي يكون الهرمون ديتكتابل، ممكن أنا أقيسه، فبالتالي هذا بسميه ستيميوليشن تيست. لو أنا عارفة إنه أكل قطعة سكر رح يحفز إنتاج الإنسولين، فبالتالي الإنسولين هذا رح يصير ديتكتابل وأقيسه، هذا بسميه ستيميوليشن تيست. إذا كان في إجراء معين أو نشاط معين ممكن يضبط إنتاج هرمون اللي أنا أصلاً شاكة إنه يكون كتير هاي لدرجة ممكن الكت اللي أنا عم بستخدمه أو الجهاز اللي بستخدمه في القياس ما يتمكن من قياسه، فبعمل حاجة اسمها سابريشن تيست. أيضا جمع العينة بطريقة صحيحة يضمن نتائج highly precise and accurate. فمثلا لفحوصات الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون والإنسولين يفضل أنه أفصل العينة مباشرة، وبالتالي إذا كنت أنا ما رح أشتغلها urgently ممكن أعمل freezing للعينة بسرعة على -20. إذا كنت بصدد قياس اليورين كاتيكولامين لازم أضيف بريزيرفاتيف لعينة اليورين، أسيد بريزيرفاتيف لحتى ما تتكسر وما تتأثر هاي الكاتيكولامين. أيضا توقيت سحب العينة مهم جدا، في فحوصات مثلا بتكون يعني في أعلى مستوياتها 12 مساء أو 8 صباحا، فأنا بعطي تعليمات للمريض إنه يجي بالتوقيت المناسب للفحص. Do test in the right sequence، يعني قم بإجراء الفحوصات بالترتيب الصحيح. مثلا قياس الكورتيزول بيكون بعدين يليه ممكن أنا أقيس الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، بالمثل ممكن أقيس التي 3 والتي 4، وإذا وجدت فيهم مشكلة ممكن أتوجه لقياس ثيرويد ستيمولاتينج هرمون. ممكن أعمل كومباينيشن بتوين تيست، مثلا الباراثيرويد هرمون مع الكالسيوم، الجلوكوز مع الإنسولين، هذا بيعطيني بيكتشر أوضح عن وضع المريض، وذلك لأنه ممكن يعني نتيجة واحدة نورمال تعتبر أب نورمال إذا أنا قارنتها بالبيكتشر كاملة. يعني مثال هلأ الباراثيرويد هرمون إحنا بنعرف إنه هو هرمون بينتج من الباراثيرويد جلاند وبيزيد نسبة الكالسيوم في الدم، فلو كان عندي نسبته نورمال وبالتالي عندي هايبوكالسيميا يعني الكالسيوم قليل، فمعناها في عندي مشكلة إنه الباراثيرويد هرمون ما استجابت لنقص الكالسيوم، فبالتالي ما أنتجت الباراثيرويد هرمون بتركيز عالي، هو still normal، فهذا معناه هايبو باراثيرويدزم، إنه الباراثيرويدزم أو الباراثيرويد هرمون فيها قصور، هايبو باراثيرويدزم. إذا كان عندي اليوتينايزنج هرمون والفوليكل ستيميليتنج هرمون كان تركيزهم نورمال، ولكن في نفس الوقت كان مثلا عندي تركيز قليل جدا من التستوستيرون، فهذا معناه انه البيتيوتري اللي اصلا بتنتج لليوتينايزنج هرمون وفوليكل ستيمولاتنج هرمون لحتى تاثر على الجونيدز وتخلي الجونيدز تنتج هرموناتها، هاي البيتيوتري بتشتغل ان ابروبريتلي.
Results may vary according to the lab assay. هلا النتائج ممكن تختلف من مختبر إلى مختبر وذكرنا هذا سابقا، وأيضا ممكن تختلف من تقنية إلى أخرى. فمثلا لو كان فحص معين بيجرى بتقنية الراديو أميونو أسي وفحص آخر بيجرى بالإليزا، أكيد النتائج راح تكون متباينة، وخصوصا أنه بعض الأشخاص ممكن يكون عندها هيتيروفايل أنتيبادي، وهذا الهيتيروفايل أنتيبادي ممكن يأثر على نتائج الراديو أميونو أسي، فبالطبع وبالتأكيد راح يكون في فروقات. بعض الأدوية تؤثر أيضاً على نتائج الفحوصات مثل استنشاق البيكلوميثازون، وهو علاج يستخدم لصعوبات التنفس وآلام الصدر، ممكن يؤثر على نتيجة الكورتيزول، وأيضاً تناول الهيدروكورتيزون كعلاج وهو شائع استخدامه، اللي هو الديكورت، وأحياناً الأشخاص ممكن يأخذوه حقن، ويمكن تتذكروا سلافة إنه ما تاخذوا الدوكلوفين والديكورت أثناء الإصابة بفيروس كورونا لأنه هالشي كتير خطر. الديكورت هو نفسه الهيدروكورتيزون وهو مثبط لجهاز المناعة. تناول هذا الهيدروكورتيزون ممكن يؤثر على تركيز الكورتيزول في الكورتيزول أسي. Take a family history، تاريخ العائلة الطبي ممكن كتير يفيد في تشخيص بعض الفاميليال ديسوردرز اللي هي الأمراض الوراثية أو المكتسبة من العائلة وراثيا طبعا، فهاد بيساعد في التشخيص. بالنسبة لبعض التعليمات أو بعض النقاط اللي لابد ذكرها، هلأ فحوصات الهرمونات غالية باهظة الثمن، فبالتالي ما لازم نطلبها بشكل غير ضروري أو عندما تكون الحالة لا تتطلب فحص هرمونات. أيضا إجراء الدايناميك تيست بيكون محفوف بالمخاطر، لأنه مش من السهل أنا أحفز إنتاج هرمون معين عند مريض، فبالتالي لازم يكون في عندي قرب ما بين المختبر والفاسيليتيز الأخرى في المنظمة الصحية أو المنشأة الصحية، وبالتالي الدايناميك تيست لازم يتم إجراءه في الإندوكراين انفستيجيشن يونت. وإذا كان في عندي بعض اللبس أو بعض الأمور اللي غير واضحة بخصوص تعليمات إجراء فحص معين أو كيفية التحضير لأخذ عينة تكون هيك appropriate لإنتاج فحص معين أو لإجراء فحص معين، فالأفضل إن أنا أخذ النصيحة من الكيميكال باثولوجيست. تتمثل مشاكل الإندوكراين أو الإندوكراين ديسيز في إنه ممكن يكون في عندي زيادة في إنتاج الهرمون فيما يعرف بالهرمون إكسس، أو نقصان في إنتاج الهرمون هرمون ديفيشنسي، أو حتى ممكن يكون في عندي إشي اسمه هرمون ريزيستانس، يعني إنه الهرمون عم بينتج بتراكيز كافية نورمال رينج، ولكن التشو ما بيستجيب لهذا الهرمون، فبالتالي هاي بنسميها هرمون ريزيستانت. هذه قائمة بتقنيات أو طرق عديدة لإجراء فحوصات الهرمونات، من خلالها بيتم عمل detection للهرمونز ليفل، ورح نتحدث خلال الفصل عن بعض هاي التقنيات إن شاء الله. في هذه الصورة أو هذا الكاريكاتير الشخص المريض عم بيحكي للدكتور إنه تم تشخيص نفسه بنفسه من خلال الإنترنت، يعني كتب الأعراض اللي هو عم بيعاني منها على الإنترنت وطلع له تشخيص، وهو مو جاي لحتى يسمع رأي تاني، هو أوريدي خلص مشخص نفسه ومقتنع. فالصراحة من هنا بنحب ننوه لأهمية الميديكال تيست في التشخيص، وأيضا كمان مساعدة مع الكلينيكال بيكتشر اللي بيشوفها الطبيب وليس الإنترنت. إلى هنا وصلنا إلى نهاية المحاضرة، يعطيكم العافية، أتمنى تكونوا استفدتم يا رب.